حس بيك يا اما 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 افيقي يا كبدي، الم تنم يا بني؟ قالت سهران يا اما سهران، ارحم نفسك يا ولدي، نام يا ابني نام. ما قيمة المرء إن لم يشعر بنفسه؟ وش سوى الدنيا والفلوس وضوء الكاميرا والجمال؟ كيف يريد لمس قلوب الآخرين إن كان عاجزا عن لمس قلبه؟ إن لم يوجد الحب فلا توجد الكراهية، إن لم يوجد الرب فلم توجد أنت يا إنسان. هارب من ذاته، كلما نادته لعب ببراعة دور الأسم، يحترق وماذا يحل برفاته؟ يشتهي كلمة سلام تشتته عن حروب الندم. وذاك بخير وفي خير، لما يتخبط في الألم؟ إما أنهم لا يشعرون به، وإما أنه لا يشعر بنفسه. يا للجثث ويا للعفن، ها أنا هنا حد لا تدسني، قال الضمير. أحيني لأرشدك واقتلني إن شئت الضياع يا صغير. أي نوع من المخلوقات أنتم حين تلتزمون تحت مراقبة أشخاص معينين؟ أي نوع يتشبث بأشياء سيتركها فور الوصول؟ أخبروني يا مشوهين. غاضب جدا لأنه لم يجد طريقة لإخراج مكنوناته، قاس لأنه لم يعرف الحب، فالعالم كان قاس معه طوال حياته. ثم يهزأ حمال الريش من حامل دائم لهذا الجبل، مر ما مر من الوقت فعاد الجبل خفيفا وصار كيس الريش أثقل. لم يبالي بهم، لم يفرح ولم يحزن، لم يبق حتى ليسخر. فمنذ البداية قال لهم تبا لنجوم تفخرت بكثرتها وما كانت إلا دبا أصغر. إذن أخبر السماء ما دمنا على الأرض فالخطايا والحسنات ستختزل. لا شيء ليخسره، ربما أسوأ ما في الحياة هو الموت. ثم إن كان يعني العودة إلى الله أخيرا، فها هي ذي الحياة وها هو قد اعتزل. فؤادي يلمرمي في أبعد مكان، لا يهم من يعتقدون أنني هو. إن تخليت عنك فلست في نظري أي إنسان، والرب داري حين لا ندري. قبري داري وداري قبري، تحت الأرض سننصت رغما. دعني أنصت الآن إذن عن اختيار. بضع أمتاري وشاسع صدري، تلك أقداري وليست زهري. يمشي نحو الله ببساطة لأنه لم يستطع الانتظار. في هنيهة ما انتفضت الدنيا، أطلقت العنان لنفسها، عجت بالنفايات ولم تعد تهتم لرائحة نفسها. ضعي أظافرك على سترتي، صرخ أشباه الرجال، أنستهم في أخرى دون أن تقترب، ومن اقتربت حقا كان اسمها آجال. في الحياة نحن معا، وفي الموت لا خبر لآخر عن آخر. شجعوا بعضكم الآن كما شئتم، فليس على الأرض من سيبقى منكم ليتفاخر. حين تكون هي مفاتنا فقط، فترى أن كل قطعة منها بعجلة. حين تفهم الروح ما يريده سائر البشر، فلن تكون إطلاقا على عجلة. كلما وقفنا أمام من نحب لنقوم بعمل، فنحن نجتهد ونشكله بأفضل ما يمكننا. لا تخبروا الناس كيف يعيشون إن لم يطلبوا، فهذا كلل، بل ذكروهم بحب الرب طالما كان يراقبنا. إن كانت الحياة قوية فكن أقوى، الرب يراك ولا شيء في العدم. لم نولد عدائين، تعلمنا المشي خطوة بخطوة. عزائي لمن فاتهم الأوان، إنها مجرد حياة، لا داعي للندم. حس بيك.